السلام عليكم ورحمه الله لطالبي الاعانه الماليه المخصصه لشهر رمضان الفضيل قفه رمضان سيتم صب منحه رمضان المقدره بعشره الاف دينار جزائري يعني مليون سنتيم بدايه من اليوم الاحد عبر عديد بلديات الوطن ولكن ليس كامل البلديات بتاريخ موحد ممكن كامل بحر هذا الاسبوع كاين بلديات وزعت الاسبوع الماضي طريقه الحصول على هذه الاعانه اكيد ستكون في الشيكات في البريد لما تتوفر فيهم الشروط